سيارة سايبر تراك تتعرض لحادث سير، وتسلا تستعين بالبشر لمراقبة السيارات ذاتية القيادة. وللبحث عن حياة خارج الأرض، ناسا تستعين بأسماك روبوتية مصممة خصيصاً للخوض في الفضاء المجهول. منصات رقمية من تلفزيون دبي، أنا أسامة خمايسي، أهلاً بكم. إيلون ماسك يسابق الزمن من أجل الوفاء بوعوده المتعلقة بطرح سيارات تاكسي ذاتية القيادة، والتي تعرف باسم سايبر كاب، في الأسواق عام 2026. خلال التحضيرات لهذا الحدث الكبير، تم الإعلان عن حادث مروع لسيارة تسلا ذاتية القيادة الحديثة سايبر تراك، وأودى الحادث بحياة 3 أشخاص بعد تحطم السيارة واشتعالها. الشرطة المحلية في شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة أشارت إلى أن السرعة كانت وراء الحادث، كما أعلنت عن وجود ناج واحد من الحادث دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات، مكتفية بالقول إن التحقيقات جارية للوقوف الدقيق على ملابسات الحادث. من جانب آخر، أظهرت التقارير الأخيرة أن شركة تسلا تخطط لتوظيف فريق بشري تكون مهمته استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد في عمليات سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها، تماماً كما فعلت شركة كروز المملوكة لشركة جنرال موتورز، والتي تمتلك شركة لسيارات الأجرة. نبقى مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يسعى لمنافسة عملاقة الذكاء الاصطناعي شركة أوبن أي آي. يأتي ذلك مع اقتراب شركته المختصة بالذكاء الاصطناعي إكس أي آي من إطلاق روبوت دردشة شبيه بتطبيق تشات جي بي تي الباتا، معروف بشكل كبير. طبعا بحلول ديسمبر المقبل سيتم الكشف والتقديم لهذا المشروع الجديد. بحسب تقارير أمريكية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة تعد واضحة من ماسك لمنافسة شركة أوبن أي آي، وهي الشركة التي شارك في تأسيسها قبل أن يغادرها عام 2018، وكان قد رفع دعوى قضائية ضدها وضد مؤسسها والمدير التنفيذي الحالي لها سام ألتمان، متهمهما بتعرضه للتضليل أثناء تأسيس الشركة. يذكر أن إكس أي آي ومنذ إنشائها العام الماضي طورت روبوت دردشة يعرف بجروك، وهو متاح حاليا فقط للمشتركين من أصحاب الحسابات المميزة في منصة إكس. جوجل تواجه محكمة العدل الأمريكية، حيث قدم محامي وزارة العدل الأمريكية مرافعته الختامية بشأن هيمنة شركة جوجل بشكل قانوني على تقنية الإعلانات عبر الإنترنت، وذلك بهدف الحصول على حكم ثان لصالح الوزارة في دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة عليه أو على الشركة سابقا. وسعى المدعون خلال المرافعة إلى إظهار أن جوجل تحتكر أسواق خوادم إعلانات الناشرين، بالإضافة لشبكات إعلانات المعلنين، كما اتهموها بمحاولة الهيمنة على سوق تبادل الإعلانات بين المشتركين والبائعين. وقد تتعرض جوجل لحكم من المحكمة يجبرها على بيع منصة واحدة على الأقل من جوجل، وهي التي تضم خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات الخاصة بالشركة. شركة جوجل من جانبها قالت إن المدعين يستغلون قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإجبارها على تقبل خدمات المنافسين، وأن الدعوة تركز على أحداث وقعت في سنوات ماضية عندما كانت الشركة لا تزال مستمرة في عمل عروض وتحسينها. في مشهد يحمل الكثير من المفارقات، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ. المفارقة الكبرى أن زوكربيرغ نفسه كان قد حضر ترامب على منصة فيسبوك عام 2021. حول هذا اللقاء قال ستيفن ميلر، الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الأركان لولاية ترامب الثانية، في مقابلة على قناة فوكس نيوز، قال إن زوكربيرغ كالعديد من قادة الأعمال يريد دعم الخطط الاقتصادية لترامب، وإن هذا اللقاء كان فرصة لمارك لتغيير الصورة المتوترة لشركته أمام اليمين الأمريكي. وأضاف ميلر، مارك لديه أجندته الخاصة، ولكنه أكد دعمه لمشروع التجديد الوطني تحت قيادة ترامب. من جهته أشار متحدث باسم ميتا إلى أن زوكربيرغ دعي لتناول العشاء مع ترامب وفريقه لمناقشة خطط الإدارة المستقبلية، وكان الحدث بمثابة نقطة انطلاق جديدة للعلاقة بين الجانبين، حيث يسعى زوكربيرغ إلى ترميم جسور الثقة مع الفريق الجمهوري.
وكان ترامب قد طرد من فيسبوك بعد هجوم السادس من يناير عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وقد أعادت الشركة حسابه في أوائل عام 2023. بعد الفاصل، ناسا تستعين بأسماك روبوتية للبحث عن حياة خارج الأرض، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب في جولة حول آخر أخبار التكنولوجيا والمنصات الرقمية. بهدف البحث عن حياة خارج الأرض، ناسا تستعين بأسماك روبوتية. الروبوتات الصغيرة المعروفة باسم سويم مهمتها الأساسية هي البحث عن حياة فضائية في المحيطات المخفية، مع انتشار التكهنات بوجود حياة في الماضي أو الحاضر على قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري وقمر إنسولاديس التابع لكوكب زحل. تصميم تلك الروبوتات وبحسب لقطات عرضتها ناسا جاء لتتمكن من التحمل في البحار غير الأرضية التي لم يسبق للبشر أن وصلوا إليها، كما يمكنها استكشاف ما تحت الماء بأمان، حيث يبلغ حجم السمكة حوالي 40 سنتيمترا، كما تتميز بمروحتين بالإضافة إلى 4 زعانف للتنقل تحت الماء. أما بالنسبة لطريقة التواصل مع الأسماك الروبوتية فستتم عن طريق نظام اتصالات صوتي مجهز تحت الماء يسمح بتحديد مواقعها، بالإضافة لنقل البيانات، كما يمكنها استكشاف مساحة تصل إلى 3 ملايين قدم مكعب من الماء مع عمر بطارية يصل إلى 2 ساعة تقريبا. الفلاتر التي باتت ظاهرة يتسابق الجميع لاستخدامها بهدف إضفاء لمسة جمالية أو ربما فكاهية على أشكالهم، اليوم قررت تيك توك التي يستخدمها أكثر من 1 مليار مستخدم حول العالم، قررت حظر استخدام بعض من تلك الفلاتر التجميلية. طبعاً خصوصاً هذا التعتيم أو هذا القانون سيتم فرضه لحماية المراهقين صحياً ونفسياً. من المقرر أن تطرح المنصة بعض تلك التغييرات في الأسابيع المقبلة، من بينها حظر تسجيل المستخدمين دون سن 13 ومنع من هم دون سن 18 من استخدام الفلاتر التي تعمل على تكبير العيون أو نفخ الشفاه أو تنعيم البشرة أو تغيير لونها بشكل اصطناعي. كما ستشمل القيود فلاتر مثل بولد غلامور التي تغير ملامح الأطفال بطرق تفوق تأثير مستحضرات التجميل، في حين لن تتأثر الفلاتر الكوميدية مثل تلك التي تضيف أذان الأرنب أو أنف الكلب. مع زيادة الضغط على المنصة لتعزيز الأمان لدى المراهقين، يبقى التحدي الكبير على مدى شفافية المستخدمين ومصداقيتهم في الإفصاح عن أعمارهم الحقيقية. تستمر المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا أبل، سامسونج وجوجل في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها المختلفة. هذه المرة المنافسة في مجال توليد الصور بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح ساحة تنافسية تظهر فيها كل شركة تظهر قدراتها. نبدأ من سامسونج، حيث أتاحت تحويل الصور الشخصية إلى أنماط فنية مثل الرسوم المتحركة وأيضا القصص المصورة، لكنها لا تستطيع التعامل مع أكثر من وجه واحد في الصورة الواحدة ولا حتى الاحتفاظ بالخلفية الأصلية للصورة. أما بالنسبة لشركة جوجل، وفرت مرونة في إنشاء صور بناء على أوصاف يمكن للمستخدم أن يتخيلها أو يقوم بكتابتها، وهذا الأمر يجعلها مثالية للإبداع والتخيل. لكن بالرغم من ذلك، إلا أنها تفتقر لدعم إنشاء صور البشر في الوقت الحالي، وتحتاج أيضا إلى دقة كبيرة في الوصف للحصول على نتائج مرضية. أما أبل فقد جمعت ما تم توفيره عند جوجل وسامسونج ليستطيع المستخدم أن يقوم بتجربة إبداعية متقدمة من خلال الصور البشرية والشخصيات الكرتونية في آن واحد. تسريب أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة من أوبن AI لإنشاء الفيديوهات يثير مخاوف في الصناعات الإبداعية، وذلك عند الحديث عن أداة سورا التي تحول النصوص إلى فيديوهات والتي تم اختبارها لفترة قصيرة من قبل بعض الفنانين عندما ظهرت على منصة المطورين هاجينج فيس عبر واجهة برمجية لبعض التطبيقات، الأمر الذي سمح بإنشاء فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي. سرعان ما تصاعد الجدل، واتهم فنانون أوبن AI باستغلال جهودهم في اختبار الأداة دون مقابل،
وردا على ذلك أغلقت الشركة الوصول المبكر للأداء وفقا لما جاء في رسالة على المنصة. هذا الحدث يعكس صراعا متصاعدا بين الشركة التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار والفنانين الذين يرون في الأداء تهديدا لمجالهم. وفي محاولة للتهدئة عقد المدير التنفيذي سام ألتمان لقاءات مع مسؤولي هوليوود لطمأنة الصناعة بشأن التأثير المحتمل على الوظائف، بينما وجه الفنانون رسالة للاحتجاج وصفوا فيها أنفسهم بدمى العلاقات العامة، معربين عن رفضهم للطريقة التي طرحت بها الأداة. بعد الفاصل، برج العرب في دبي يحتفي بمرور ربع قرن على تأسيسه، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار والفيديوهات التي تم تداولها. في قلب دبي وعلى شواطئها الساحرة يتألق برج العرب كرمز معماري فريد وأحد أعمدة قطاع الضيافة العالمي. هذا العام يحتفي الفندق الأيقوني بمرور 25 عاما على تأسيسه، وذلك في لحظة مميزة تلخص مسيرة حافلة بالإنجازات والابتكار وضعته على قمة معايير الفخامة، ليس فقط في الإمارات بل على المستوى العالمي. وبمناسبة مرور ربع قرن على تأسيسه، يسلط فندق جميرة برج العرب الضوء على دوره ومسؤوليته المجتمعية في معالجة التحديات البيئية التي تؤثر على الكوكب وسكانه، التزاما بمبادرات دولة الإمارات للاستدامة والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع والبيئة. يعد برج العرب الذي صممه المهندس المعماري توم رايت على شكل الشراع مجسدا طموح لدبي وتطورها المستمر، ويعد أطول فندق في العالم يضم أجنحة فقط ورمزا لأفق دبي. ومهد الفندق الطريق لمدينة دبي لتصبح وجهة فاخرة، كما يستفيد الفندق حاليا من التوسع العالمي لسوق الضيافة الفاخرة والذي من المتوقع يصل إلى 154 مليار دولار هذا العام. في لفتة مؤثرة خطف السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو الأضواء في منصات التواصل عبر فيديو وداعي مميز مع اختتام مهامه الدبلوماسية. ظهر السفير في الفيديو وهو يؤدي النشيد الوطني العراقي موطني بكل شغف، وكان مرتديا الكوفية التقليدية في مشهد يؤكد على عمق ارتباطه بالعراق وشعبه. ولم يكتفي بذلك، بل قام بنشر الفيديو على حساباته الشخصية وأرفقه برسالة عاطفية قال فيها: العراق سيبقى في قلبي. تلك الكلمات البسيطة حصدت ألاف الإعجابات والتفاعلات التي أكد فيها الشعب العراقي على امتنانه وتقديره بلفتة السفير الياباني اللطيفة. سالماً من أمان وغانماً مكرماً سالماً من أمان وغانماً مكرماً هل أراك في أوراق تبلغ سمك تبلغ سمك موتني موتني. في هذا الخبر سنتحدث عن شخصية رياضية الأغلب منا يعرفها. نتابع هذه الصورة لنشاهد المدرب الإسباني الشهير غوارديولا، ولكن ركزوا معي في هذه الصورة: خدوش على مقدمة رأسه، خدش بارز في المنطقة عند الأنف مع بعض الدماء البسيطة، عبوس، تهجم في ملامح وجهه. تساءل المتابعون والصحفيون عن سبب الجرح على أنفه والخطوط الحمراء على رأسه، فأجاب غوارديولا: نعم، الجرح من ظفر إصبعي أثناء المباراة، أردت إيذاء نفسي، نحن لسنا قادرين على الفوز بمباريات، نحن كفريق كنا دوما نجد طريقة للفوز وحاليا الوضع مختلف، لا شيء يحدث. طبعا يقصد لا نستطيع أن نحقق أي فوز. بعد اعترافه بشكل مباشر أراد إيذاء نفسه عن قصد، ضجت مواقع التواصل بهذا التصريح، الأمر الذي أجبر غوارديولا كي يلجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لتوضيح رده عن أذية نفسه، وقال:
لم تكن إجابتي بأي حال من الأحوال تهدف إلى الاستخفاف بقضية الأذى الذاتي الخطيرة للغاية. أنا أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلات في الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه اللحظة لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها أن يطلبوا المساعدة. التريلر وصل. بهذه الكلمات أعلنت نتفليكس عن الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي للموسم الثاني من المسلسل الأشهر والأكثر مشاهدة عالمياً لعبة الحبار. تحت شعار دوامة لا تنتهي تبدأ رحلة جديدة من التشويق مع اقتراب العرض المنتظر في 26 ديسمبر. يقدم الإعلان الترويجي لمحة سريعة تكشف عن ألعاب وتحديات عالية بين الشخصيات. وهذا الموسم من دبي حيث يبدأ العالم، كانت هذه جولتنا على أهم ما جاء في المنصات الرقمية. انتظرونا الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.